مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من بين قوسين خصصناها اليوم عن رياده الاعمال في اليمن والنجاحات التي حققتها رغم الحرب. رغم ظروف الحرب والكوارث المتتالية التي يعيشها اليمنيون، إلا أن البعض نجح في أن ينطلق من رحم المعاناة ويجعل منها محطة نجاح. هناك من ينتصر على الحرب بصنع الأمل وترجمة الأحلام واقعا جميلا يهون من قسوة المناخ السائد. رواد الأعمال بقعة ضوء في نفق الأزمات المتراكمة، شباب تحدوا الصعاب وقهروا الظروف حتى أن بعضهم صار نموذجا مشرفا يرفع اسم اليمن في دول ومحافل عالمية بالفوز بمراتب متقدمة في مجالات تنافسية تتصل بريادة الأعمال دوليا. اجتهدوا في تأسيس مشاريعهم الخاصة من الصفر، صاروا أرقاما تزين قوائم الإنجازات في دول المهجر، فيما البعض يناضل بقوة لينجح في الداخل متحديا ظروف الحرب القاهرة. إلا أن ثمة تحديات كثيرة وكبيرة لا تزال تعيق انطلاق آخرين، لعل أهمها انعدام الأمن وانهيار العملة وتحديات الحركة التجارية استيرادا وتصديرا، فضلا عن إجراءات إدارية وقانونية معقدة. في حلقة اليوم من بين قوسين نستعرض نماذج مشرفة من تجارب رواد الأعمال، كيف نجحوا وما هي أبرز التحديات. اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي في هذه الحلقة. سيكون معنا عبر السكايب من هولندا رائد الأعمال شادي الحكيمي، وعبر السكايب أيضا من الرياض علاء السماوي، ومن إسطنبول باسم الأغبري رائد أعمال متخصص في تسويق البن اليمني. في البداية أبدأ مع الأستاذ شادي الحكيمي رائد أعمال. مساء الخير أستاذ شادي. مساء النور أستاذي. مرحبا بك. بداية أستاذ شادي، رواد الأعمال والدور الكبير والنجاحات التي يحققونها، هل كان للأزمة وللحرب ربما دور في أن يجتهد الشخص ويحقق نجاح، أم هي أعمال قد تكون أكثر مناسبة في الأيام العادية وعندما تكون البلدان أكثر أمنا واستقرارا؟ حقيقة تجربتي مع ريادة الأعمال بدأت عندما كانت الأوضاع في اليمن مستقرة نسبيا، وأنا أعتقد أن الاستقرار الاقتصادي والسياسي مهم جدا لريادة الأعمال. هذا كما أيضا لا يمنع أنه الظروف اللي حاصلة في البلد الآن تمنحك دافع أكبر للنجاح مقارنة ببقية الأشخاص اللي من بلدان آمنة. نعم، إذن من خلال تجربتك شادي، يعني أبرز المحطات التي كانت ربما نقطة تحول في نجاحك في هذا المجال. والله نحن أنا بديت أول شركة لي في اليمن في عام 2014، وتمكننا في هذه الفترة من الفوز بجائزة أفكار المدعومة من الأمم المتحدة. نعم. من ثمها بدينا نحقق نجاحات على مستوى اليمن، ولكن نتيجة الحرب القائمة الآن اضطريت للسفر إلى هولندا ومتابعة أعمالي من هناك. نعم، طيب شادي، أيضا أرحب بضيفي الآخر علاء السماوي وأيضا باسم الأغبري. أستاذ علاء، أنت أيضا تجربتك مع ريادة الأعمال وأيضا مع خطواتك الأولى في أن تكون أحد من يشار إليهم بأنهم حققوا نجاحات في هذا المجال. أولا شكرا لكم، شكرا أخ بشير وضيوفك الكرام. موضوع ريادة الأعمال زي ما ذكر أنا تقريبا تجربتي بدأت من قبل الحرب، وكان عندي مشروع خاص بدأت فيه في مطلع بعد الثورة تقريبا 2011. وفعلا الأوضاع الاقتصادية في الأخير هي وضع الحرب، الأوضاع الصعبة اللي بنعيشها الآن برضو بتكون حافز إنك تقدم حلول لمشاكل الناس بيواجهوها. وهنا بصراحة هي الانطلاقة للمشاريع الكبيرة. كل المشاريع الكبيرة اللي نشوفها تقريبا الآن في حجمها كبير هي بدأت في ظروف جدا صعبة، ومش بالضرورة أنها ظروف طبيعية واقتصادات كبيرة، ويحتاج كثير من الجهد على أساس توصل للنجاح. والفكرة هي أنك ببساطة تقدم مشروع يحل مشاكل الناس
نعم شادي، أنت بدايتك ومشروعك الذي بدأت أسست وحققت فيه نجاح عفوا على ما هو؟ أنا بدايتي كانت في مشروع خاص فيني في مجال تخصصي. أنا فتحت مكتب بشكل فردي اسمه ويكان. في هذا المشروع كنا نقدم خدمات للعملاء في موضوع التصاميم الجرافيك، تصميم واشتغلت في هذا المشروع تقريبا إلى الآن. من 2012 بدأت. نعم، هل وصلت يعني أو حققت أو ما هي النسبة التي حققتها من خلال الهدف الذي رسمته في هذا المجال؟ أنا بصراحة سعيد جدا باللي حققته في فترة قياسية بصراحة. كنت بحقق النجاح اللي حققته لو انخرطت في وظيفة لجنة حكومية، جازفت في الموضوع. أهلي كانوا متخوفين إن أنا، لأنه إنك تبدأ مش إنك تفتح مكتب، إنك تجيب موظف، هذه كلها التزامات. وفي خطط أنه أنت ما عندك رأس مال كبير على أساس تضمن هذه المواقف. بسبب جهودي، يعني الجهود اللي قدمتها وجهود الشباب اللي عملوا معانا، انا اعتقد حققت اللي كنت مخطط له. و نعم صراحه الحرب كانت شويه يعني حجر عثره، لكن مع انه يكون سبب ان انا اغلق البزنس او ان انا انهيها، لانه كفاح لسنين يعني. نعم فما حبيتش انه بسبب هذه الظروف انه انتهي من الموضوع. نعم. ولا زلنا صامتين يعني. نعم، طيب ابقى معي علاء. اذا ايضا نشرك معنا في الحديث الاستاذ باسم الاغبري رائد اعمال اسطنبول. استاذ باسم، تاخرت عليك، يبدو انك ساعه تشرب ماء، ساعه صلح السماعه، تاخرت عليك كثيرا. مساء الخير باسم. مساء الخير باسم، ربما انت ايضا لك مجال مميز جدا وله علاقه مباشره باليمن والبن اليمني. وباسم كان من ضمن يعني او من الاوائل الذين اخترقوا هذا المجال، وربما بدا يحاول ان يعيد سمعه البن اليمني التي كانت تصل الى العالم ويظهرها بشكل افضل مثل ما كانت عليه. حدثنا عن تجربتك في هذا المجال باسم. مساء الخير جميعا. مساء الخير اخي بشير. شكرا طبعا على الطرح اللي طرحته. موضوعي انا اصلا في الحقيقه مهندس جيولوجي، كنت حتى بديت احضر دراسه يعني دراستي للدكتوراه، بس توقفت يعني بسبب الاوضاع. اتجاهي الى القهوه هو اولا كان عشق يعني للقهوه وحب لها، وثانيا هو شيء منتج محلي، يعني انك تساعد الوطن ولو بالقليل في شيء انت تحبه كذلك بيكون شيء مفرح انك تشتغل فيه. يعني الدافعين سيكونوا دافع واحد، يعني الدافع المالي لا يخفى بدون شك، اي انسان يسعى انه يحسن وضعه المالي بعد ما كنا في وضع كويس في فترة سابقة يعني. والفكرة الأخرى أنه حبي للقهوة وحبي لزراعة القهوة أو للزراعة وتاريخ الوطن دفعني إلى هذا المشروع يعني بشكل أساسي. نعم، طيب هذه التجربة باسم هي تجربة كبيرة، يعني إلى أي مدى ساهمت ربما في تسليط الضوء على هذا المجال بالتحديد البن اليمني؟ الفكره كانت انه استطيع ان اعمل من اليمن يعني، واسوق البن عن طريق يعني ان انا اخذه من المزارعين واعمل له عمليه المعالجه او البروسيس، ويتم بيعها او تصديرها مباشره من اليمن. انا استفدت من تجارب شباب سابقين بالصراحه، زي مختار وزي فارس الشيباني وزي حسين احمد، يعني زملائي في المجال نفسه. نعم. اتخذوا نفس اسلوب التصدير، بس انا حاولت ان انا انطلق بنمط مختلف شويه، يعني ان انا اخذ البن الى المدينه التي قدم منها اول مره عن طريق اليمن الى تركيا. نعم. ومن هنا يعني نعمل منطلق، وافتتحت كوفي شوب في مدينه اسطنبول بحيث ان الناس يتذوقون القهوه قبل ان يشتروها. الفكره كانت اعاده سمعه البن اليمني القديمه الحقيقيه، غير السمعه الحاليه التي يعني حصلت عن طريق التجارات العادية، وإعادة مذاقها إلى الناس يعني، وإعادة انتشارها مرة أخرى. نعم، مقدار تجاوب الناس وحبهم للقهوة اليمنية من خلال هذه المشاريع التي بدأت الآن تؤسسها باسم في إسطنبول؟
القهوة اليمنية وبالذات في تركيا يعني لها انطباع قديم، يعني من 600 عام أو من 700 تقريبا. في 2016 رجب طيب أردوغان راح زار، عملوا فيستيفال بمناسبة 600 عام على استيراد أو قدوم أول بن من اليمن. يعني هي تاريخيا مرتبطة في الأتراك، وذات هم صحيح أن الأثيوبيين هم الذين يعني وجدت عندهم شجرة القهوة الأولى، لكن اليمنيين أول من صنعوا كأس القهوة الذين يعني نتذوقه الآن. والأتراك حقيقة هم أول من نشروها حول العالم، يعني أخذوها من اليمن أيام العثمانيين ونشروها. فانطباع الناس هنا حتى عندهم أغاني شعبية تتكلم على القهوة اليمنية، يمن كافتي والكلام هذا، فهي منطبعة في ثقافة الناس وتاريخهم أصلا. نعم. طيب باسم، أعود للأستاذ شادي. أستاذ شادي الحكيمي، ربما مصطلح رائد أعمال الكثير يجهل هذا المصطلح، لو وضعتنا بصورة مبسطة عن تعريف رائد الأعمال، ما هو وما هي يعني الأهداف اللي يحققها، أو لماذا يعني يطلق المصطلح على رائد أعمال؟ في الحقيقة الكثير من الناس يعتقد أن رائد الأعمال هو فقط الشخص الذي ينشئ شركة تكون قيمته في الملايين أو بالمليارات. نعم. من وجهة نظري الشخصية أنا أعتقد أن هذا مفهوم خاطئ، وأنه أي شخص ممكن ذا مهنة معينة أو عنده فكرة معينة بيقدر يساعد الناس فيها، أو بيقدر يقدم حلول لإحدى مشكلات المجتمع الذي هو متواجد فيه، فيسمى هذا رائد أعمال. ريادة الأعمال هي أيضا جزء من الريادة الشخصية أو من النجاح الشخصي. يعني كل إنسان لازم يكون عنده حب الاستكشاف والريادة، بأن يكون أول من يقدم هذا الحل. نعم. طيب شادي، إذن ابقى معي وأيضا الأستاذ علاء والأستاذ باسم الأغبري. سنذهب الآن لمتابعة تصريحات أعدها الزملاء من الميدان عن ريادة الأعمال، ومن ثم نكمل النقاش في هذه الحلقة، نتابع هذه التصريحات. العوامل التي ساعدت على نجاح الإنتاجية الخاصة في اليمن في هذه السنوات رغم ظروف الحرب، خاصة في المناطق المحررة شهدت رواج كبير، هي عملية إنه وجود مؤسسات دولة في المناطق، كثير من المناطق المحررة مثل محافظة مارب، أيضا مناخات الديمقراطية والقانون، الأمن والاستقرار إلى حد ما، أيضا الحاجة إلى هذه المشاريع في ظل التكدس السكاني، الانتقال من مراكز الثقل القديمة تحت المحافظات الواقعة تحت ميليشيات الحوثي إلى المناطق الخاضعة تحت المحررة في الشرعية، وبالتالي مناخات ديمقراطية، والحاجة إلى العمل، عمالة رخيصة وجدت وتسويق، والحاجة إلى أيضا إلى سوق استهلاكية أصبحت في هذه المحافظات، وبالتالي تجمعت العوامل هذه في إلى جانب أنه لا توجد عليهم ابتزازات في المناطق المحررة مثل ما هي توجد في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية، وهنا ضاعف أرباحهم أيضا. طبعا في اليمن لا نستطيع أن نقول أن هناك استثمار بمعنى الاستثمار في هذه المرحلة، هناك نقطتين متضادتين، مشاريع استثمارية خاصة في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية، وهي التي تتبع نافذين يتبعون الميليشيا، وهذه تسخر لها كل الإمكانات، فلذلك من الطبيعي أنها تنجح. أما في مناطق سيطرة الشرعية فتقريبا مأرب هي النقطة المضيئة الأكثر وضوحا في قضية الاستثمار والمشاريع الخاصة التي استقطبت كثير من المشاريع، ربما نتيجة الكثافة السكانية العالية والاحتياج لمثل هذه المشاريع نجحت هذه المشاريع، بالإضافة إلى توفر الجانب الأمني، يعني الاستقرار الأمني في هذه المناطق تحديدا. ستجد أن هذه عوامل رافدة للاستثمار. تفاعل السلطة المحلية هنا في مأرب وبعض أيضا مناطق الشرعية كانت أيضا عامل مهم من عوامل نجاح هذه المشاريع الخاصة. بالنسبة للحقيقة أيضا مغامرة أصحاب المشاريع الخاصة أن يقيموا مشاريعهم استثماراتهم في هذا الجو في مناخات الحرب، هذه أيضا ربما ساعدت على نجاح مثل هذه المشاريع برغم الظروف والحرب والتقلبات الاقتصادية واضطراب قيمة العملة، لكن هناك نماذج نجحت فعلا لهذه العوامل التي ذكرتها. هي أحيانا يقولوا مصائب قوم عند قوم فوائد، وهي مقولة صحيحة، وأعتقد أنه الحرب أيضا هي فرص، فيه فرص مواتية لمن يريد أن
يعني مثلا في مأرب تجد أن الناس كلهم يعني سكان المدينة حسب الإحصاءات الرسمية تقول أنه يعني حوالي 80 إلى 90 ألف اليوم. حياكم الله مشاهدينا الكرام، تابعنا نماذج من محافظة مأرب حول انطباعاتهم على الاستثمار وسبب الحرب، ما الظروف التي تتهيأ في هذه المراحل. هناك من يقول أن الحرب ربما تفتح مجالات كثيرة، وهناك من يراها بأنها عائق. سأعود لضيوفي الكرام الأستاذ شادي والأستاذ علاء والأستاذ باسم. أستاذ شادي، هل خروجك من اليمن ساهم بصورة كبيرة في أن تحقق أو أن تصل إلى ما تريد في هذا المجال؟ بالعكس، أنا أعتقد أني خسرت الكثير بخروجي من اليمن، وإحدى الأشياء التي تساهم في نجاح رائد الأعمال هي شبكة علاقاته وشبكة العلاقات اللي بيصنعها طول حياته، إما في فترة الدراسة أو في فترة إنشاء الأعمال. أنا بديت مسيرتي الريادية في ريادة الأعمال في اليمن، وكان الهدف قلب الاستثمار اليمن. كان الهدف عندي الرئيسي إن أنا كان تحدي إن أنا يعني أقلب أول استثمار أجنبي ضخم في مجال الاي تي أو في مجال تكنولوجيا المعلومات. نعم. لما قامت الحرب واضطريت إن أنا أغادر على عجل، يعني خسرت كل الأشياء اللي قد كنا أسسناها في اليمن، من سواء كان من فريق قد كان عمل مع بعض ومتوافق مع بعض وقد كان يحقق نجاحات، أو شبكة العلاقات التي كونتها على فترة طويلة، أو سواء كان أيضا الرأس المال اللي كنا قد المبدئي الذي كنا جمعناه وبدينا في شراء سيرفر له. نعم. طيب، خروجي من اليمن اضطر أني أبدأ من الصفر. نعم. طيب أستاذ علاء السماوي، بالنسبة لك أنت، هذه المشاريع أو المشروع الذي أسسته وبدأت فيه، هل هو نعم شادي، هل هو يعني يمثل عائد ومصدر داخل لك ويعود النفع عليك شخصيا، أم هناك أيضا من حولك يستفادوا من هذا المشروع؟ علاء، السؤال لعلاء. نعم علاء، هل تسمعني؟ في مشكلة بالصوت مع الأستاذ علاء. أستاذ علاء، تسمعني الآن؟ أنت تسمعني ونحن لا نسمعك. طيب علاء، إن شاء الله سنصلح هذه المشكلة من جديد. عادت أعتذر منك، أعود للأستاذ باسم الأغبري في إسطنبول. أستاذ باسم، هذا المشروع الذي بدأت الآن تأسسه في إسطنبول، وبدأت تفتح العديد من الكافيهات لإعادة سمعة البن اليمني كما تقول، يعني النسبة التي تستفيد من هذه المشاريع، أو ما هو الرقم الذي تطمح له أن تستفيد منه، وأيضا من حولك؟ حقيقة لما بدأت المشروع، طبعا مشروع قائم في إسطنبول بمساعدة أخي يعني وصديقي مازن، لما فكرنا في المشروع، هو مقيم هنا، فالفكرة الرئيسية من الشغل في مجال البن أو القهوة أنك لست المستفيد الوحيد منها، يعني سواء إعادة لصيف القهوة اليمنية أو إعادة المردود المالي. يعني المردود المالي سأستفيد منه مثلا شخصيا أنا وأخي أو شريكي، وكذلك المزارع، وكذلك الذي كل شخص يعمل في مجال القهوة السلسلة كاملة، من المزارع إلى معالج القهوة إلى شركة الشحن إلى الشخص الذي يقوم بمعالجة وتعبئة القهوة. فسلسلة الاستفادة ستكون طويلة، بالذات إذا استعادت القهوة اليمنية سمعتها، فالمردود سيكون عام وسيشمل أكثر من مواطن أو أكثر من يمني. فالفكرة عادة في الزراعة تكون مردودها المالي ينعكس بشكل إيجابي على الوطن وعلى المواطن وعلى قائمة المشتغلين في السلسلة كاملة. نعم. طيب باسم، الآن هذا المشروع الآن بالنسبة يعني مقدار تأثيره، إذا تحدثنا مثلا عن براند عالمي، هل يمكن لباسم بهذا المشروع فعلا أن يحقق نجاح كبير وتصبح ماركة وعلامة تجارية مسجلة ممكن في المستقبل؟ حقيقة نحن سمينا شركتنا، طبعا عندنا بس نحن كوفي شوب واحد أو مقهى واحد الآن، لسه في البداية، يعني العائد المالي. نعم. يعني صرفنا كل ما جمعناه في حياتنا من أجل الستارت أب بروجيكت. الفكرة أن سميناها موكا أرابيكا، يعني الاسم يتعلق باليمن بشكل كبير،
وان فكره تسجيل العلامه التجاريه ستنعكس ايجابيا كمان على وطني، يعني موكا هي المخا وارابيكا هي شجره البن اليمنيه. فنحن بدانا في التسجيل هنا في تركيا، علينا شويه من وزاره الصناعه والتجاره برفضها تسجيل كلمه موكا بظنهم انها تتعلق في كلمه بن العالميه، ونحن نحاول ان نستانف يعني طلب التسجيل انه موكا هي لها علاقه بوطني او بميناء المقهى، فلنا الاحقيه ان احنا نسجل فيها، هي ليست كلمه عامه لان البرازيليين والاندونيسيين استخدموها وظن العالم ان الكلمه معناها البن وهي معناها المقهى. فمن هذه النقطه نحاول ان نعيدها باي شكل عشان تكون العلامه التجاريه انه تملكها شركه يمنيه، ونبدا نعيد كلمه موكا والمخا الى اليمن بدل ما هي مرتبطه بدول اخرى. نعم. طيب اعود الى الاستاذ علاء السماوي. علاء هل تسمعني الان؟ انا اسمعك. ايوه الان تمام. انك تسمعني. اكيد الان سمعناك علاء. على كنت قد سالتك نعم سالتك قبل قليل حول يعني من المستفيد من هذا المشروع الذي اسسته انت؟ هل هناك يعني من حولك من يستفيد من المشروع ام يقتصر فقط عليه؟ طبعا انا مشروعي السابق اكيد انا استفدت منه وكل الموظفين اللي يشتغلوا معنا الفريق استفادوا منه، هذا لابد منه. بس مشروعنا الجديد اللي اطلقناه مؤخرا اطلقناه بدايه هذا العام اللي هو متجر الكتروني اللي هو الان تقريبا المتجر الالكتروني الوحيد اللي بيشتغل في اليمن. بصراحه ما وصلناش الى مرحله انه بدانا نستفيد لانه احنا اطلقنا المشروع في فتره جدا صعبه ولا زلنا نصرف على هذا كله تضحيه على اساس على امل ان القادم اكيد افضل، وعلى الخطط شغالين عليه انه يعني اخير هذه حاجه ضروريه وانت تقدم خدمه مهمه للناس موجوده اوريدي في اغلب بلدان العالم من سنين. عندنا مسيرتنا في 2012 او عفوا في 2018. ف يعني اكيد انه الخطط انك تستفيد، بس حاليا في مشروع حزبي لازم نعم امل انه الاوضاع تتحسن في المستقبل. نعم. طيب علاء يعني انا لو حبيت اصبح رائد اعمال، هل بالضروره مثلا ان يكون لدي مثلا راس مال معين؟ هل يعني رياده الاعمال تبدا بفكره ممكن انفذها مع مشروع اخر مع مستثمر اخر، ام يجب ان تتوفر كل الشروط لنجاح اي مشروع؟ المال، المكان، الفكره بشكل عام؟ لا طبعا، طبعا احنا حاليا يرتبط تقريبا موضوع رواد الاعمال، رائد الاعمال نفسه هو الشخص اللي ابتكر حل لمشكله يعني الناس. المشاريع الاغلب الموجوده اللي تقدم حلول الانترنت الان الجهاز الموبايل اللي معك الان اصبح فيه تقارب جدا من ضمنها الجي بي اس الانترنت يعني اول التجاره التقليديه والاعمال التقليديه انه انت يعني محاصر في مكان جغرافي واحد، بس الان الموبايل موجود عند الناس في المدينه في بلدك او في الجوار او في اي مكان، فانا ايش الحل اللي بقدمه؟ اذا عندي مثلا القدره التقنيه ان اشتغل هذا المشروع ما تحتاج حتى ريال انك نعم ابدا اشتغل، ابدا شوف مثلا الشريك اللي بيكمل فكره ما فيها ابدا اشتغل. موضوع راس المال والفلوس هذه تاتي خطوات يمكن في المستقبل ما تبدا تفكر تتوسع تبدا تفعل ماركتينج بشكل كبير، يعني خطط بس الاساس وكل المشاريع الضخمه اللي بتشوف اللي في الديار كلها كانت مجهودات للشباب بداوا فكرتهم بنفسهم، فتح اللابتوب وبدا يكتب وبدا فعلا حقو المنتج كان بيحل مشكله ابهر الناس اذا بدا ينتشر وبدا يتوسع وبدا يحقق حلول، ومن هنا انت تكسب هو يعني رؤوس الاموال، رؤوس الاموال هي اللي تجي تدق على بابك عاوزين معك في مستقبل. نعم. طيب علاء اعود للاستاذ شادي الحكيمي. استاذ شادي
يعني لا شك أن هناك في اليمن الكثير من الشباب لديهم أفكار كثيرة لكن لا يستطيعون تنفيذها، يعني إما بسبب الأوضاع الصعبة في اليمن أو بسبب عدم وجود المال أو بسبب عدم وجود من يساندونهم سواء من رجال الأعمال أو من أصحاب الاستثمارات. إذن ما هو الحل بالنسبة لهؤلاء؟ الحل كما يقول أخي رائد الأعمال عبد الباقي، ابدأ ثم ابدأ. الحقيقة الفارق بين أي شخص عادي ورائد الأعمال هو التنفيذ وليس الأفكار. معظم حوالي 92% من الأفكار يعني اوريدي موجودة في السوق، 7% الفاضلة هي يعني أفكار إبداعية على قائمة على أبحاث علمية. لكن معظم المشاكل اللي بيعاني منها المجتمع اليمني أو المجتمعات الأخرى لا تحتاج بالضرورة الكثير من البحث العلمي، ولكن تحتاج من أشخاص أن يكونوا روادا أو أشخاص. الرائد هو الذي يبدأ الشيء أي يستطيع أن يجمع مساعدة أصدقائه، مساعدة أهله، ثم يبدأ في إيجاد حل لمشكلة هو يراها أنها ملحة وباستطاعته أن يقدم الحل لها. أعتقد أنه فعلا نحن نحتاج إلى الدعم، أو رواد الأعمال يحتاجون إلى الدعم، ولكن هذا الدعم يأتي لاحقا. يعني أول شيء لازم رائد الأعمال نفسه أن يبدأ. وأنا أسمع الكثير من القصص من الأشخاص، يعني أنا لدي 3 مليون ويكلم صديقه يعني وش تبدأ مشروع. أقول له يا أخي ابدأ مشروع لا تتأخر. الآن أنت لديك 3 مليون وعملة في انهيار، بعد فترة الثلاثة مليون هذه سيكون قيمتها صفر. يعني فإن لم تبدأ اليوم يعني صحيح. كل اللي معك من رأس مال سيتبخر في الهواء. طيب أنا من رأيي أنه دائما ابدأ. نعم. خذ مشكلة. نعم. ثم ابدأ. نعم. أو قبل العودة إلى باسم شادي، شادي أنت كرائد أعمال وأيضا الزملاء من حولك، يعني ما الذي يمكن أن يستفيد منكم شباب اليمن من يريدون أن يعني يخوضوا في هذا المجال؟ حقيقة الآن في الوضع الحالي أنا لا أستطيع أن أقدم، أعتقد أن معظم رواد الأعمال الشباب الذي بدأوا معي لا أستطيع أن يقدموا الدعم المالي، ولكن نستطيع أن نقدم المعرفة أو الخبرة التي مرنينا فيها. نعم. عشان اللي بعدنا يتجنبوا المشاكل اللي نحن واجهناها، فممكن أنهم يستفيدوا من خبراتنا. نحن يعني كثير من رواد الأعمال وأصدقائي وأرى أنهم دائما يشاركوا تجاربهم على الفيسبوك وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وعلى تويتر، فأنا أنصح أي شخص مهتم بهذه الأشياء أن يدخل على وسائل التواصل الاجتماعي، يبحث على باسم أو على علاء وعليا وعلى كثير من الأشخاص يعني معروفين في ريادة الأعمال في اليمن، ويعني ويتابع المنشورات، فنحن ممكن نحن نفيده بالمعلومات يعني بحيث أنه يتجنب المشكلات المستقبلية. نحن نأمل أن نحن في المستقبل نستطيع أن ننشئ مثلا شبكة رواد أعمال يمنية، أو من خلال ممكن نحن نقدم بتفاضل ضافر مع الجهود دعم سواء كان مالي أو كان عبارة عن انكوبيترز يعني عن. نعم. يعني مسرعات أعمال. نعم. طيب باسم أعود إليك لإسطنبول. باسم سمعنا بأنكم الآن تحضرون لمهرجان البن اليمني في إسطنبول، ما الذي لديك بهذا المجال وما الذي ما هي المفاجأة التي ممكن يعني تظهرها كجانب مشرق من اليمن؟ فكرة مهرجان إسطنبول كوفي فيستيفال هو يقام عادة كل سنة، ابتداء أعتقد كان من 2014 إذا كانت معلوماتي صحيحة، في دافع عند الحكومة التركية أن يعيدوا إسطنبول أو تركيا بشكل عام إلى أن تكون عاصمة البن مرة أخرى حول العالم. الفيستيفال يقام كل سنة، تحضر أكثر من 120 شركة على ما أتذكر عالمية متخصصة في مجال البن لأول مرة إن شاء الله، وتقريبا نحن الممثلين الوحيدين كيمنيين في المهرجان، ولأول مرة أعتقد شركة يمنية رسمية تشارك في المهرجان. يعني سنحاول أن نمثل البن اليمني يعني بما أعطينا يعني بكل مجهودنا. البن اللي بنشارك به أو اللي فكرنا إحضاره إلى إسطنبول هو ليس البن العادي المتعارف عليه، البن التجاري، هو البن المتخصص، بحيث أنه نعكس صورة جميلة أولا، وفكرة أخرى أن احنا ننقل البن إلى مستوى آخر. البن اليمني فترة مؤخرا كان الناس تعرف، أنا زرت أخي يعني أكثر من دولة حول العالم بحكم شغلنا المهندسين، كنا مهندسين نفط،
فأي واحد يقابلك كيبل يقول لك عندك بني يمني، عندك بني يمني. فبعض الأحيان تخجل، يعني تقدم بون تكون شاريه من محل بهارات عادي وتلاقي انعكاس سلبي لدى صديقك أو زميلك في العمل. يعني حصل هناك ربما تشويه للبن اليمني من خلال يعني تقديمه بصور مختلفة دون تقديمه بالطريقة التي تأمل لها أنت، وأيضا تحفظ للبن اليمني مكانته وسمعته. نعم، هو البن اللي نتخصص أو اللي نشتغل فيه هو البن المتخصص أو السبيشاليتي كوفي زي ما يسموها. حتى ناويين إن شاء الله إذا مشروعنا نجح وتقدم ولقينا داعمين إن إحنا نشارك في بطولة العالم في هولندا السنة القادمة، وما دام الشباب هناك زي أعتقد شادي اللي في هولندا. نعم شادي، نعم شادي بهولندا. نعم فالفكرة إن إحنا حتى نشارك في بطولة العالم، ولو حصلنا الآن في أكثر من نوع بن عالمي يكاد يفوق البن اليمني جودة، لا ننكر ذلك. فالموضوع يشتي عمل واجتهاد لاستعادة البن مكانته السابقة. نعم، البن اليمني المتخصص كما أطلقت عليه باسم، نعم. ما هو يعني، ما الذي تقصد فيه؟ هي عادة البن المتخصص يكون خالي من كل العيوب التي تحددها السبيشاليتي كوفي اسوسيشن، منظمه البن المتخصصه العالميه. هو طريقه معالجه معينه في الانتاج وفي اختيار حبوب القهوه وفي تجفيف القهوه وفي يعني الكيميائيات او العناصر المحتوى فيها القهوه. هو يعطي لك البن اليمني مميز انه عنده نكهه مختلفه عن كل البن العالمي، مختلفة تماما. يعني نعم. في هناك نكهات قد تطعمها في البن المتخصص تشبهها بالنكهات الطبيعية كالشوكولا بدون أي إضافات. فالبن المتخصص نوعا ما يعني هو البن الحقيقي تقدر تسميه. نعم. طيب باسم وشادي وعلاء، تكرموا بالبقاء معي. نذهب الآن لمتابعة هذه المادة المعلوماتية عدها الزميل وديع عطاء، ومن ثم نكمل الحديث، ابقوا معنا. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، تابعنا هذا المادة المعلومات التي تتحدث عن البن اليمني وعن المشاريع وإلى آخره، وانتهت بالصورة هذه الجميلة اللي في البن اليمني. كان يفترض على الأخ باسم أنه في كل فاصل يجيب لنا قهوة يمنية علشان بعد نرجع وإحنا مركزين أكثر. أعود إلى الأستاذ علاء السماوي في الرياض. أستاذ علاء، الآن هذه المشاريع التي بدأت الآن تتأسس، ويعني ربما أنتم نماذج نجاح أنت وباسم والأخ شادي في هولندا، هل يعني مستقبلا إذا ما استقرت الأوضاع في اليمن تعتقد بأن كل هؤلاء الذين أسسوا مشاريع خارج اليمن سيعودون أم ربما سيعزف عن العودة اليمن؟ أكيد أكيد بيرجعوا. اليمن لا زالت إلى الآن سوق بك لجميع المشاريع. أنا مؤمن بس تتحسن الأوضاع. إذا إحنا الآن بنشتغل على مشاريع في أرض الوطن وإحنا خارجها، يعني لأن إحنا مؤمنين بحجم الفرصة الرهيبة، هي حسب ظروف الناس الاقتصادية،
البنية التحتية صعبة من من الاتصالات الإنترنت والكهرباء، هي اللي بتمنع إنها دخول شركات عالمية الآن في بس أنا مؤمن إنه يعني بانتهاء الحرب، بتحسن الأوضاع، البنية التحتية، بإتاحة الفرص، أكيد لأنه الفرصة كبيرة، الفرصة عظيمة، السوق لا زال بكر، الأفكار كثيرة ممكن تحصد أرباح رهيبة ونجاح عظيم. نعم علاء، كان لديك مشروع أسميته زلي، يعني حدثنا عن هذا المشروع. طيب هزلي أسسناه مؤخرا، أطلقناه في شهر مارس 2018، احنا في بداية مشوار طويل جدا. هزلي عبارة عن متجر إلكتروني، خلال تدخل تتباح أقسام مختلفة، منتجات مختلفة مثل الساعات، الإكسسوارات النسائية، نعم، مستلزمات أطفال، أثاث وتقنيات وإلى آخره. ببساطة المنتجات اللي بتوفرها متوفرة، يعني ماركات عالمية نعم. ببساطة يمن تقدر تدخل الموقع، تتصفح منتج معين، تأخذ تفاصيل عنه، تطلبه أونلاين عن طريق حسابك، خلال يوم إلى يومين يتم شحن هذا المنتج إليك تنزل مجانا. هذا طموح. إحنا بصراحة الشغل اللوجستي اللي سويناه على أساس نوصل له كان نعم متعب جدا، مكلف جدا، لكن طموح حققنا جزء منه إلى الآن، ولا زالت لازلنا زي ما في بداية الطريق. نعم، ربما هذه المشاريع وهذه التطابيق أصبحت أكثر سعرا وأكثر رواجا، وربما أصبح يعني ممن يعني عملوا في هذا المجال من أغنياء رجال الأعمال في العالم. أخ على أعود للأستاذ شادي في هولندا. أستاذ شادي، الآن باعتقادك ما الذي وجدها رائد الأعمال اليمني أو من يبحث عن مشاريع خارج اليمن ولم يجده في اليمن، رغم أن اليمن بلد بكر كما تحدث الأخ باسم والأخ علاء، لا زالت فيها خير كبير، وتحدثت أنت أيضا. الأمن والأمان هو من أهم الأشياء اللي رائد الأعمال يحتاجها عشان ينفذ فكرته. نعم. العدالة مهمة جدا، يعني فرائد الأعمال لما بينشئ مشروع وبيجي مسؤول يشتي يشاركه أو بيجي شيخ يشتي ينهبه، فهذا من أكبر المحبطات رائد الأعمال إنه يبدأ مشروع. الأمن والعدالة أنا أعتقد إنه من أهم الأشياء، يعني اللي بعدين رواد الأعمال هم بعدين بيحققوا النمو الاقتصادي. نعم. طيب باسم، يعني من مهندس إلى يعني مجال آخر بعيد ربما عن تخصصك وعملك الآن، هل وجدت صعوبة في اقتحام هذا المجال، لا سيما وهو عكس ما تعلمت وما درست وما كنت تريد وتحلم به؟ أنا تخصصت في علوم الجيولوجيا صراحة، بالذات في الجيوفيزيكس، كنت ناوي أحضر الدكتوراه، عندي حب للمجال، لكن في عشق للقهوة، يعني كنت صعب أن أنا أفوق الصباح وما أشربش كاسة قهوتي. أنا كنت متخصص كمان في مجال آخر، وأتابع الأخ علاء السماوي كثير كهزلي، وعندي فكرة في الآي تي وعن المواقع الرقمية. بس حبي للزراعة وأنه يكون عندك المصدر الرئيسي وهو بلدك كمنتج، و كما تكلم الشباب بشيء، يعني علاء وشادي في ذات البرنامج، انه قد تكون الحرب هي دافع. يعني في اخر فترات سفري كنت دائما لما يسالك احد من اين انت تقول له من اليمن، يقول لك يعرف انك الحرب والقات. فبدل ما تخلي الناس يتكلموا على الحرب، خليهم يتكلموا عن الحب وحب شرب القهوه عن بلدك، يعني تعكس صوره ايجابيه اكثر، حتى انك تفرح بهذا الشيء يعني. نعم باسم، مثلا البعض يقول البلد في أزمة وحرب والناس مش لاقين شيء يأكلوا، وأنتم ربما تتحدثوا عن أحلام يعني مستحيل تحقيقها، كيف يمكن أن نعمل موازنة ما بين من يفكر بهذه الطريقة ومن لديه حافز وأحلام واجتهاد لتحقيق وعمل شيء في ظل الحرب والأزمة؟ أقتبس هنا يعني وأكمل على كلام الأخ شادي، ابدأ
إذا لم تبدأ الآن فمتى ستقوم البلد؟ يعني إذا ظل الناس كلهم يقولوا الحالة حرب، ابدأ ولو يعني أنا تقريبا بعت ما أملك عشان أبدأ المشروع، وأخي كذلك يعني. فالفكرة إذا ظللت مكتوف اليد لن يساعدك أحد، وإذا لم تقم بالشيء بنفسك يعني فلا تنتظر الخير من أحد. إذا قام مشروعك أو حتى وقف على قدميه فيعني ستلاقي من يبادر في الأخير معك. وبصراحة لا أخفي يعني زملائي في اليمن المزارع حتى على مستوى المزارع البسيط كانوا فعلا متشجعين لما كلمتهم عن الفكرة. سأعمل كوفي شوب الأول من نوعه في القهوة المتخصصة خارج اليمن. فرحوا وحاولوا يبادروا، تحس اليمني عنده حب لزراعته ولبلده. فمثلا انا فرحت لما شفت حسين بصراحه ماسك قلص القهوه زي ما ظهرته على مجله فورب. نعم. لانه حسين احد الاصدقاء المقربين واحد من ساعدني يعني في اقتحام عالم القهوه المتخصصه واستفدت من خبرته بصراحه. نعم. طيب وصلنا إلى ختام الحلقة باسم وشادي وعلاء، لكن سأترك لكل منكم كلمة أو رسالة يعني هي تحفيزية وأنه لا مستحيل ما دام هناك إرادة كبيرة. أبدأ من الأستاذ علاء، تفضل علاء. أنا أحب أوجه رسالة لكل الشباب. الآن معك الإنترنت، منصات تتعلم فيها أي شيء، لا تأخذ موضوع الظروف الصعبة كعذر إنه لا الآن في حرب وكذا، لا. أنا عندي فكرة ابدأ فيها، ابدأ أطبقها. طيب على أساس ابدأ أطبقها احتاج أتعلم الحجر، يعني ادخل اليوتيوب، ادخل جوجل وابحث واقرأ، وبتلاحظ إنك مباشرة بتقدر تبدأ. خط أول خطوة ومن خلالها بتقدر تبدأ وتنطلق، بس لا تخلي أول لا. خطوة هي دائما العذر بانك لا انا ما بقدرش ابدا لانه مش عارف الفنها ولانه عذر الاوضاع مناسبه، لا ابدا من اليوم، لانك اذا ما بدات فكرتك الان غيرك بيبداها او انت تساعد غيرك تبدأي. نعم نعم. استاذ شادي كلمتك انت ورسالتك توصيتك نصيحتك تفضل. بصراحة أنا أوجه رسالة لكل الشباب اليمنيين، أنتم الأمل للبلد، ونحن يقع على عاتقنا كرواد أعمال أن نكون مثل وقدوة للبقية، بحيث أنه نشق الطريق لهم بحيث أنه هم كمان يتبعونا. كريستوف كولومبوس كان أول شخص يروح إلى الأمريكيتين، لكن تبعته الكثير من الرحلات لأنه الطريق أصبح معروف. وأنا أوجه لكم رسالة، أنتم الأمل، ابدأوا بصناعة تغيير، ابدأوا بحل المشكلات الصغيرة، ابدأ بحل المشكلات المتواجدة ببيتك، بتغيير ديكور بيتك بنفسك، ابدأ بحل مشكلات جيرانك، ابدأ بحل مشكلة مدينتك، ابدأ ثم بحل مشكلة بلدك. نعم. كثير من الأشخاص يراسلوني بما أني في مجال الاي تي، عندهم لديهم أفكار تطبيقات أو مواقع أو كذا، ويأخذوا نصيحتي فيها، والكثير منهم يتجاهل الجانب المالي للموضوع أو الجانب التجاري. ابدأ دائما قبل أن تفكر بفكرة التطبيق، فكر بالجانب التجاري، كيف سوف تجني الربح من هذه، كيف سوف تحل المشكلة، أو بسلسلة التوزيع وبسلسلة التوريد قبل أن تفكر في بناء تطبيق وتعيقك أكبر خطوة لبناء التطبيق. نعم. أيضا أستاذ باسم، أيضا قبل أن كلمتك، ربما أنت يعني مدين لنا بجلسة قهوة، الطاقم يعني الأخ باسم والأخ علاء بعيدين من اسطنبول، لكن إحنا قريبين يعني بكرة ضيوفك. تفضل بالكلمة الأخيرة والنصيحة أخ باسم، تفضل. يعني زملائي رواد الأعمال تكرموا وقدموا الموضوع الأساسي اللي هو ابدأ، حط رجلك في المكان الصحيح بأيش ما كنت. المجالات يعني المجانية كثيرة، يعني حتى لو بدأت بقناة على اليوتيوب زي ما يسوي كثير من الشباب، بس تنشر أفكار مثلا علمية أو ثقافية ستكون شيء مجدي لك وفي الأخير له دافع. يعني المادة صحيح أنها ستكون يعني عائق عن كثير من الشباب، لكن إذا لم تجد خطا يعني خطا في مجال ليس لك يعني ليس عندك رأس المال القائم لتبدأ به، فتحرك في جانب آخر. ليس كل الناس قد يكون عندهم الأفكار الإبداعية، لكن ممكن مشاركة الأفكار بين الشباب. يعني أنا مثلا في مجالي في القهوة أو في مجال الكمبيوتر يعني في نمط خفيف،
زملائي بصراحة أو من حولي جميعا متعاونين، يعني أتمنى من رواد الأعمال وأعتقد الشباب تكلموا من هذا المنطلق سابقا أن يكون في اتحاد معين لرواد الأعمال لتبادل الأفكار أو رابطة معينة، ما أعرفش يطلق عليها. نعم. لكن ستكون شيء فعلا مجدي. أنا الآن بحاجة الشباب اللي يتكلموا في الاستديو، في عندي فكرة تسويق إلكترونية للقهوة، فبلقي أتواصل معهم يمكن. خلاص يعني يستفيد منهم، يعني كل واحد يستفيد من بعض. هذا نعم. التزام من الأخ شادي والأخ على لازم يهتموا عشان تشكلوا وقاعدين حلقة متكاملة جميعا. سعدت كثيرا بكم الأستاذ باسم والأستاذ شادي والأستاذ علاء، نماذج ربما تشكل نافذ الضوء بأنه اليمنيين لديهم أشياء كبيرة رغم كل المشاكل ورغم الحرب، لكن هناك نماذج يعني ترسل رسائل بأن اليمن في خير وإن شاء الله المستقبل لا زال مفتوح مهما يعني استمرت هذه الحرب، في نهاية المطاف ستنتهي وستبقى هذه النماذج الناجحة. شكرا لك باسم، شكرا لك شادي، وشكرا لك علاء. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من بين قوسين. ختام الحلقة تقبلوا تحايا الشباب في الإعداد والإنتاج الزميلة إلهام عمرو والزميل وديع عطاء. حتى الملتقى بحلقات جديدة من بين قوسين. السلام عليكم ورحمة الله.